بس اوسوريو يعني ربما استغل ان المدير الفني لنادي الاتحاد المصري اتغير من فتره قريبه ولعب على ده وما غيرش خطته اللي هي يعني ربما بيلعب بيها بشكل كبير. شفت ازاي ده اثناء تفاصيل المباراه؟ لان هو اوسوريو مضطر ان هو يلعب بالطريقه دي، لان هو ما عندوش اللعيبه الكفايه في الفريق ان هو يخدموه. هو دايما على طول في المؤتمرات الصحفيه بتاعته بالذات في الدوري في اخر كام ماتش كان ليه تصريحات جدليه شويه، كان بيثير الجدل شويه، تصريحات ان هو عنده شكوك في اللعيبه، عنده عايز تدعيمات في مراكز معينه، بيطلب لعيب مثلا مدافع بيلعب برجله الشمال، يعني طلبات غريبه شويه بيطلبها مدرب عمرنا ما سمعنا عنها في الدوري عندنا او في فريق زي نادي الزمالك او الاهلي او الاسماعيلي او الفرق اللي كانت اللي موجوده عندنا في الدوري. فهو واضح عليه ان هو مدرب عايز يعمل حاجه في فريق جديدة. عايز يعمل حاجه جديده بالظبط. دايما الناس بتشبهه شويه باختلاف الفارق طبعا ان هو عنده فكر شويه او فلسفه جوارديولا المدير الفني طبعا بتاع مانشستر سيتي. هو بيحب يجرب طرق جديده، عايز يبني الخطط اللي هو لعب بيها جوارديولا مع مانشستر سيتي في السنتين اللي فاتوا، ان هو بيغير اللعيبه، بيلعب من مهاجم في خط الوسط، بنشوف بيغير مركز مثلا باك يمين بيلعبه في الدفاع، ده اللي احنا بنشوفه في نادي الزمالك في الفتره الاخيره، ان هو بيلعب بخطه مختلفه، تغيير المراكز لبعض اللعيبه، لان هو محكوم شويه بالقائمه اللي معاه، محكوم بجوده اللعيبه اللي معاه. طبعا المشاكل الماليه وعدم القيد وايقاف القيد، والله لو في ظل مشاكل ماليه وعدم القيد وكل ده وقدر ان هو يحقق نتيجه 4-0 يبقى هو فلسفته كويسه وعنده عقل. اكيد هو اكيد بيقدم كره مختلفه عندنا هنا في نادي الزمالك او في مصر، بس بنشوف بعض المباريات اللي ما بتساعدوش شويه الفلسفه دي او ما بتساعدوش شويه الطريقه اللي بيظهر بيها، لان شفنا في اخر ماتشين في الدوري طبعا قدام النادي الاهلي خساره كبيره جدا نتيجه 4-1، بعد كده تعادل في المباراه الاخيره 2-2. فبعض المرات اللي بيدخل بيها اوسوريو ساعات الفلسفه اللي هو بيلعب بيها ما بتساعدهوش، او اللعيبه كمان لسه مش متعود عليه، لان هو بقاله تقريبا ماتش امبارح ده كان الرقم 15 ليه مع نادي الزمالك. حقق انتصارات كتيره، خسر مرتين تقريبا وتعادل 3 مرات والباقي كله انتصارات. ف يعني هو ساعات بيقدم كوره حلوه جدا في ماتشات كتيره، ولكن في بعض الماتشات اللي بتبقى مهمه جدا بالنسبه له الفلسفه دي ما بتساعدهوش او ما بتسعفوش في المواعيد الكبيره او الماتشات اللي هي مهمه بالنسبه له.